لا تزال الأزمات السياسية تنعكس سلبا على حركة الأسواق التجارية في بيروت، واستمر التراجع في المبيعات في الفصل الأول من العام الجاري مع غياب السياح والمغتربين حتى في فترات الأعياد والعطلات الفصلية. نحن عم نقول 50% أو 60% عما كان بال 2010. 2010 تقريبا، بس على السنة الماضية متراجع شي 20 25%، اليوم 430 مؤسسة. بال 76 كان في بنك واحد، اليوم في عندنا 16 بنك. يعني اذا بدك تضرب 400 مؤسسه 430 مؤسسه في عندهم بين موظفين ل 6 ل 10 موظفين. كما في مارلياس كذلك في الاشرفيه التراجع هو سيد الموقف. اذا بدنا نقارن هالحركه مع الحركه بالسنين اللي قبل بنشوف انه تراجع كبير. تقريبا قد ايه نسبه التراجع عندنا سنه 2014؟ يعني التراجع بحدود يعني بين حسب المؤسسات، بس بدنا نقول بين العشرة يعني احسن ناس لا بتوصل لل 25%. 1080 مؤسسه تجاريه اشرفيه نعم. بتشغل بما يقارب تنقول 70,000 75,000 كحد ادنى موظف. انخفاض نسب المبيعات لدى المؤسسات التجارية على ما هو عليه للسنة الرابعة على التوالي بعد أن شهد ذروته بين العامين 2007 و2009.